تطعمين طفلك كما يجب، ولكنه دائم السؤال عن الطعام ويريد مزيدا. هل أن ذلك بسبب النهم أم أن هناك أسبابا أخرى قد لا تدركها الأم؟ منها وفقا لخبراء في التغذية أن الطعام الذي يقدم له غير مشبع، ومن الضروري احتواؤه على الحبوب الكاملة الغنية بالألياف كالقمح والشوفان والذرة والبروتينات والفواكه والخضروات. قد تقيد بعض الأسر أطفالها بكميات محددة من الوجبات خوفا من الإفراط في تناول الطعام، ما يؤدي إلى هوسهم به والرغبة في تناول كميات أكبر وتقديم أطعمة غير محببة لهم، والتشتت أثناء تناول الطعام بسبب مشاهدة الطفل للشاشات فيأكل أقل مما يحتاج، وبعد انتهاء المشاهدة قد يشعر بالجوع مرة أخرى. لذا من الأفضل إيقاف مشاهدة التلفاز والكمبيوتر والهواتف المحمولة. وتترك طفرات النمو أثرها على الطفل، إذ تزداد شهية الأطفال من عام لآخر وقد يصعب إشباعهم. ومن أسباب عدم الشبع أيضا استخدام الطعام كمحاولة للمماطلة وتأخير وقت الخلود للنوم، وقد يلجؤون للطعام بسبب المشاعر السلبية التي قد تنتابهم. لذا من الضروري التحدث مع الطفل ومناقشة مشاعره ومحاولة مساعدته، فضلا عن أهمية تحديد الوجبات وانتظام وقتها والبعد عن العشوائية منها التي تعود الطفل على الأكل بمعزل عن شعوره بالجوع. معنا من غزة عنتاب يارا الأشتر، الأخصائية النفسية للأطفال والمراهقين. أهلا بك سيدة الأشتر. يعني هذه الدراسة تقريبا تفند يعني على الأقل المفاهيم الخاطئة لدى الآباء من أن هنالك نهم لدى أطفالهم لدى إفراطهم طبعا في تناول الطعام. هنالك كما يبدو أسباب نفسية وسلوكية، هل من تفصيل في هذه المسألة؟ صحيح. بداية صباح الخير لحضراتكم ولجميع المشاهدين. مثل ما تحدث التقرير، هناك العديد من الأسباب وراء شعور الأطفال بالنهم أو التناول الزائد للأغذية. الحقيقة هنالك أسباب تتعلق أن اضطراب الشهية أو اضطراب شهية، بمعنى أحيانا زيادة الأكل تناول الطعام أو انخفاض الشهية، هو مرافق للعديد من المشكلات والاضطرابات النفسية سواء لدى الأطفال أو لدى البالغين، مثل الاكتئاب والقلق أو اضطراب ما بعد الصدمة، أو الأطفال عندما يكونون خائفون أو لديهم مخاوف محددة، فإن اضطراب الشهية هو عرض مرافق لكل هذه الاضطرابات. وفي كثير من الأحيان نلاحظ وجود إفراط لدى الطفل في تناول الطعام أو الإحساس بالجوع. هذا من الشق النفسي. أما الشق السلوكي فالحديث ذو شجون للأمانة. بداية يجب التنويه أن مشكلة أو علاقة الإنسان مع الغذاء تبدأ منذ مرحلة الرضاعة، من الساعات الأولى في حياته، ولكن نشاهد غالبا الآثار في مرحلة في السنوات اللاحقة أو في مرحلة المراهقة، مع ملاحظة أن اضطرابات الطعام غالبا ما تظهر في مرحلة المراهقة. بداية الأم تعنى برضيع، غالبا هي لا تعرف متى يجوع ومتى يشبع، وفي كثير من الأحيان هي تعرض عليه الطعام بشكل مستمر على مدار اليوم خوفا من أن يجوع طفلها. سيدة يارا، بالنسبة للأمهات، الأمهات أولادهم دائما في حالة جوع، يعني لو بصح لهم الأمهات يضلوا عم بيطعموا أولادهم ما بيقولوا لا. إذن ما هي السلوكيات التي يجب على الأمهات اتباعها من حيث إطعام الطفل أو المراهق أكل صحي ومشبع أيضا؟ لأن الدراسة تقول بأن الاعتماد على الأطعمة الغير مشبعة تجعله في حالة جوع دائم. في الحقيقة ليس فقط أن نوع الطعام هو الذي يجعل الطفل في شعور دائم بالجوع، هنالك أن استخدام الأكل مثلا كمعزز للطفل، كلما قام بفعل جيد نقوم بتقديم الطعام له أو نوع معين من الأطعمة. عدم وجود تنظيم لمواعيد الوجبات، لا نريد تنظيم دقيق وصارم على التكة، ولكن أن يكون هناك تنظيم بشكل عام لعدد الوجبات، عدد الساعات التي تفصل بين كل وجبة وأخرى. هذه من الأمور التي تساعد الطفل على التحكم بشعور الجوع والشبع. لا نستخدم السناكات بكثرة،
بين كل وجبة ووجبة هناك سناك أو اثنان، هذا أيضا دائما يحفز الطفل بأنه بحاجة إلى أن يأكل، بحاجة إلى شيء يتسلى به، النقرشات التي نسميها بالعامية النقرشات. افتراض أن الطفل جائع، كثير من الأحيان الأمهات والجدات أيضا في الأسر الكبيرة يعبرون عن مشاعرهم تجاه الأطفال من خلال الطعام. دائما أذكر عندما نذهب لزيارة بيت جدي نجد في المخبأ الكثير من الأكلات التي حضروها على مدار الأسبوع مخبأة لنا، فهذا السلوك يجعل الطفل، نعبر عن مشاعرنا تجاه الطفل بهذا السلوك، فالطفل يتعلق به، هو طيب سلوك يبنى شيئا السيدة فشيئا. يارا، لكن في المقابل هنالك بعض الأسر أيضا تحرص على تقييد الطعام بالنسبة لأطفالهم، ما يؤدي فيما بعد إلى هوس هؤلاء الأطفال بالطعام، هل هذا وارد أيضا؟ وارد بعض الأمهات أو بعض الأسر التي تحاول تقييد هذا الموضوع خوفا من زيادة الوزن أو البدانة أو المشكلات الصحية، تقوم بسلوك صارم. هذا السلوك في كثير من الأحيان يكون مستفز للأطفال وأحيانا المراهقين، فلذلك يلجأ الأطفال إلى المعاندة، الأم لا تريده أن يأكل فهو يأكل أكثر، نعم أو أحيانا مثلا عندما الأم تجبر الطفل على سلوك معين فهو يعاندها أو يتهرب من هذا السلوك بحجة أنه يريد أن يأكل أو أنه جائع. وكثير من الأحيان نسميه الأكل العاطفي، أن الطفل عندما يغضب أو عندما نعم يحزن أو عندما يقلق يتجه إلى الطعام للتفريغ مثل عن كبار مشاعره، كمان البالغين وهذه يلجؤون حلقة إلى مخيفة الطعام للأمانة. عندما يشعرون بمشاعر سلبية أو بيكونوا يمكن نوعا ما مكتئبين او بحاله حزن او نتيجه صدمه. لكن ايضا من خلال الدراسه انه علينا ايضا الا نطعم الاطفال والمراهقين امام التلفاز او الحاسوب، يعني بخليه ما بيشبع. صحيح تمام، لأنه يكون تركيزه على الجوال أو اللعبة التي يلعب بها أو ما يشاهده، فلذلك يجب تخصيص وقت للطعام فقط، لا يشارك بأي نشاط آخر. لا نستعجل الطفل، أيضا هناك دراسات تقول أن الأكل بسرعة مضر، ولا نترك الأكل أمامه لوقت طويل، يفضل أن يكون مكان الطعام بمكان معزول نوعا ما نعم بعيدا عن المثيرات عن المشتتات، فيركز الطفل على تناول طعامه. ندرب الطفل على تناول الطعام بالتدريج، نبدأ مثلا بكأس من الماء، نبدأ بصحن من السلطة، ثم البروتين، ثم هذا التدريج أو هذا التنويع بتقديم الطعام يجعل الطفل يشعر نعم بالشبع، يأخذ احتياجاته المختلفة ويشعر بالشبع دون الإفراط. شكرا، شكرا جزيلا لك يا الأخصائية النفسية. بالنسبة هنالك لل نقطة، لو في تمام، 30 ولكن ثانية هناك نقطة أخيرة أود تفضل. التنويه لها. تمام، من الضروري أن ندرب الأطفال على التمييز بين مشاعرهم، كثيرا ما يلجأ الأطفال والبالغون إلى تناول الطعام نتيجة الملل أو نتيجة الغضب، ضروري أن نبدأ باكرا بتدريب نعم الطفل على التمييز بين مشاعره، أن يعبر عن هذه المشاعر عندما يطلب الطعام، نؤجل الطلب قليلا لنتأكد من أن الطفل فعلا جائع أو أنه يشعر بالملل أو شكرا، أي شعور آخر. شكرا جزيلا لك الأخصائية النفسية للأطفال والمراهقين يارا الأشتر، كنت معنا من غازي عنتاب.